الحمد لله هذه مناسبة للوطن ككل. جميل. يعني دولة مثل المملكة العربية السعودية والله الحمد لها إنجازات ومنجزات كثيرة في شتى المجالات. عندما نتذكر هذه الدولة العظيمة في قيادتها المتجددة وفي أبنائها المبدعين، أيضا يجب أن نتذكر مؤسس هذه الدولة العظيمة صاحب الجلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. وعندما نتذكر أيضا هذا النادي العظيم الزعيم الأسوي الذي أبدع وسط كل الإنجازات، يجب أن نتذكر أيضا رجالات الهلال وعلى رأسهم المغفور له أيضا الشيخ عبد الرحمن السعيد مؤسس هذا الكيان العظيم. وأيضا عندما نذكر رجالات الهلال أيضا في رجل غائب اليوم وهو صاحب السمو الأمير بندر محمد عافاه الله وشفاه، نعم، واللي أتمنى من الجميع أنه يدعو له في ظهر الغيب. حقيقة عندما نشوف هذا الجمهور وهذا الجمهور العظيم مدرج الفخم اللي أحب أطلق عليه مدرج الفخم يقف ويعتز ويفتخر بإنجازات رجالاته، إنما نكون نحن كأسرة واحدة، وهذا الانتصار وهذه العظمة تذهب إلى وطننا الغالي. في أبو عبد الله خليني بسألك، وأنت أحد الرجال اللي شاركوا في هذا الإنجاز من خلال يعني دعمك للنادي الهلال الموسم الماضي وجلب العديد من الأجانب المميزين حتى نحقق الهلال هذه البطولة. اليوم الهلال بطل، إيش تقول، إيش شعورك؟ أقول لك شيء، هذا عمل تراكمي على مدى السنين، ليس هناك أحد يقول الفضل له، فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا إنجاز تراكمي عمل عليه الجميع حقيقة. إنما أنت تتكلم، أنا كنت في رئاستي مدعوم من رئيس هيئة الرياضة معالي المستشار تركي آل الشيخ في ذاك الوقت، اللي حقيقة ما قصر علي بكل شيء، وأيضا طلب مني وراهن على فريق الهلال أنه ممثل الوطن ويحقق البطولة العالمية، وهذا ما حثني عليه. وحتى في التعاقدات كان يوجهني بأني أبحث عن الأفضل لأنه رأي راهن على هذا الفريق كله. حقيقة يعني في رجل يستحق التكريم، رجل يستحق التكريم لأنه يعمل للوطن، وهو معالي المستشار تركي آل الشيخ. كلمتك لرئيس الشباب النادي الهلال فهد بن نافع. دون أدنى شك هو يعني رجل يجمع الأفعال والأقوال حقيقة في كل يعني في كل الأحوال. نفتخر بوجود شاب في هذه الحنكة وهذا الذكاء وهذا الهدوء اللي ظهر عليه، يعني أبو فيصل الله يحفظه يعني نفذ كل شيء وعمل كل شيء بهدوء وبصمته، هذا الدرس من دروس فن إدارة نادي الهلال. بالنسبة لك من هو عرب هذه البطولة؟ والله رجالات الهلال كلهم عربي بس البطولة. أكيد في واحد يعني يفرق. مؤسس الكيان رحمه الله رحمة الله عليه إلى فهد بن نافع للجميع مر، كلهم مؤسسين، يبقون رجل واحد على قلب رجال. والبندري محمد الشلوب لما رفع الكاس كيف كان شعوره؟ هذا ودنا نحنطه وما يعتزل أبدا، نخليه دائما موجود. جميل، له كلمة شهيرة بأن العمر يعني يتمدد ويكبر لك العطاء. هذا اللي حقق، العمر مجرد رقم بالنسبة لمحمد شلوب، المثل ينطبق عليه، وأتمنى استمراره أكثر لأنه هو أيضا روح الهلال. كلمتك لنجوم الهلال. كلمة نجوم الهلال ما في أي كلمة شكر توفيهم حقهم، لأنهم أدوا كل شيء صراحة في أفضل حال. الحقيقة أنا سعيد وباسمي ونيابة عن جميع ومدرج الفخم أشكرهم على هذه الروح، وبإذن الله أتمنى وبس أتمنى وإن شاء الله سنحقق شيء في خبرتك أبو عبد الله، كيف يحافظ الهلال على هذه المكتسبات اللي تعد كبيرة جدا؟ شوف الإدارة الحالية مع مدرب الفريق يرسمون استراتيجية طويلة المدى ومتوسطة وأيضا قصيرة المدى، قصيرة وحققوها، وإن شاء الله المتوسطة قادمة وطويلة المدى سيفرح فيها الجمهور.